اهلا بيكم معانا مره تانية، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، وبنكمل في الموديولز هنا بتاعتنا. وعندي السؤال ده بيقول which is correct about vaginal discharge، يعني سؤال على vaginal discharge is very common medical complaint. فبيسأل cervical ectopy might induce vaginal discharge، هو بيدور على correct statement. يقينا هو cervical ectopy ده اللي فاكرين الاكتروبيون ها بتاع العين او شبهه كده، حاجه هنشوف صورته دلوقتي سيرفايكال، وبيبقى له كلر مميز كده، ممكن يعمل شويه فاجينال ديسشارج. ذس ابسولوتلي يعني كوريكت في الحاله دي، فدي ممكن تبقى الاجابه الصح. بس نبص بص كده، بيقول لك نورمال فاجينا از دراي، طبعا رونج. بروجستيرون كوزز بروليفيريشن اوف فاجينال ابيثيليا، لا الاستروجين هو المسؤول عن دي. Atrophic vaginitis is uncommon in postmenopausal women. لا طبعا ده very common. الاتروفي نتيجة نقص الاستروجين يحصل اتروفي فاجينا، يحصل atrophic vaginitis. Excessive vaginal discharge must indicate local infection. Of course not. في مليون سبب آخر ها الفاجينال discharge ممكن يبقى في physiological factors أو زي هنا شوية cervical ectropion. It does not mean at all infection. ممكن في أسباب كثيرة، sexual excitement إلى آخره، كل دي تعمل إيه some form of vaginal secretions من غير ما يبقى في infection. فالإجابة الصح هنا cervical ectopy ها اللي هو ectropion ده might induce vaginal discharge. That's correct. وده صورته هو ده cervix، وبيتوصف إنه red velvet like and often raw looking area. ها بالظبط كده هو نفس الوصف ده، ها with a grayish type appearance on the surface of the cervix. ادي السيرفيكس اهو، وادي الايه الاكتروبيون ايه واضح اهو، red velvet like ها raw like ايه area بالمنظر ده. It is benign condition عامة، يعني لازم تطمن العيانة ان هي ده non cancerous، ده حاجة معروفة و non cancerous and does not lead to cervical cancer. دي ما احنا قلنا the most common cause of cervical ectopy is likely to be normal hormonal changes. يعني الهرمونال change ما حدش عارف له سبب يقيني، فبيقولوا most likely او most common cause هو غالبا بيجي وجدوه له علاقة بالهرمونال changes اثناء ها دي بتؤثر وممكن ايه تتسبب في بعض حالات الفاجينال اكتوبي ديت، ها اللي هي ريد فيلفت لايك ابييرنس رو لوكينج اريا، واللي ممكن تعمل فاجينال اي ديسشارج ساعات. عندي هنا ريسك فاكتورز اوف بريست كانسر، بيتكلم على كانسر بريست او بريست كانسر، بيقول ريسك فاكتورز دو نوت انكلود، يعني كل دول ايه ريسك فاكتورز، ها الجينيتك بريديسبوزيشن ده 100% ريسك فاكتور، ايرلي مناركي يقينا، ليت مونوبوز لان مور اكسبوجر للاستروجين، ايرلي مناركي ليت مونوبوز مده اطول اكسبوجر لاستروجين مده طويله قوي على اليوترس، كل دي بتعرض اكتر لايه انا اقصد للبريست كانسر، بريست معرضين اكتر ايه استروجين مده طويله اكسبوجر ده. فايرلي مناركي ليت مونوبوز كل ده يمشي، جينيتك بريسبوزيشن معروف في الكانسر بريست، اللونجيفيتي كل ما البني ادم يعيش اكتر بوسيبيليتي الكانسرز تبقى اعلى. لكن المالتي باريتي دي ما ليها اي علاقه بالايه بالكانسر بريست خالص، ها يعني لم يكن تقلله لكن مش هتزوده يعني يقينا. فهي بيقول ريسك فاكتورز اوف بريست كانسر دو نوت انكلود مالتي باريتي خالص طبعا ايه، لكن early menarche late menopause اي حاجه جينيتك كل دي فالونجيفتي كل دي فاكتورز في الكانسر بريست. اللي جايب لكم كم صوره لطيفه مهمه له اللي هو ايه ماموجرام، ده ماموجرام ادي دي شايفينها ايه شكلها كده المنطقه دي ابنورمال، فده احتمال يبقى كانسر. طبعا لازم اقول احتمال لان البيوبسي اللي بتنطق في الاخر، فده الـ المنطقه دي غريبه كده اهوت، ها دي احتمال كانسر ايه بريست فيها. الالترا ساوند هنا اهوت برضه ممكن يظهر لي اريا تكون احتمال كانسر بريست. الام ار اي بيجيب لي طبعا الماس بدخانقه هنا اشوف التفاصيل. بوزيترون ايميشن توموجرافي بيديني هوت سبوت او سكاننج ارياز في الكانسر ايه بريست، سواء هي او في شويه ميتاستاسيس منها لوكال، فكل دي بتبان في البوزيترون ايميشن توموجرافي. صور متنوعه بتخلي البني ادم يوصل لدياجنوزس بقدر قبل البيوبسي ماموجرام التراساوند ام ار اي بوزيترون ايميشن توموجرافي،
كل دي تساعد يعني تدل على وجود ايه كانسر بريست، والبيوبسي بتؤكد طبعا هذا الكلام. انتراكرينيال كالسيفيكيشن اون سكال اكس راي ار سين ان، يعني الحقيقه لما يقول انتراكرينيال كالسيفيكيشنز دي في كونديشنز معينه بتبقى مشهور معاها الكالسيفيكيشن. انفانتايل ريكتس لا، اللي بيجي معاها كالسيفيكيشن في البرين الهايبو باراثايرويديزم، لان الباراثورمون واطي بالتالي الكالسيوم واطي، الفوسفيت بيبقى عكسه، خلف خلاف، يعلى الفوسفيت يعلى قوي يروح مترسب في الـ في الـ في الـ في البرين، ها، ومعاك بياخد معاه كالسيوم، يسحب معاه كالسيوم، ها، يديبوزيت ويدي شويه كالسيفيكيشن في البرين. فاحد اسباب البرين كالسيفيكيشن هايبو باراثايرويديزم، مش الريكتس خالص. الريكتس الكالسيوم والفوسفيت ايه ابسوربشن بيقلوا، يعني مفيش الهايبر فوسفاتيميا اللي بتترسب تسحب وراها كالسيوم تعمل كالسيفيكيشن دي خالص. فدي ايه ما فيهاش ايه في السكال، ما فيهاش كالسيفيكيشن. كونجينيتال توكسوبلازم دي يقين من اشهر الحاجات، اهي الصوره اهي دي كونجينيتال توكسوبلازموزس، شايفين الارياز دي، دي اهي كالسيفيكيت، دي كاركترستيك في يعني من في الاطفال معروفه جدا. سكال راديوجراف دي في تشايلد ويز كونجينيتال توكسوبلازموزس، يقول لك لاحظ الديفيوز ارياز اوف انتراكرينيال كالسيفيكيشنز، يعني في شوفوا في اكتر مكان ديفيوز ازاي واكتر من حته، تلاحظوا هنا اهوت مترصعين جنب بعض الحتت البياضات دي كلها اهي واهي واهي، كل دي ارياز اوف كالسيفيكيشن في طفل دي تيبيكال مع الكونجينيتال توكسوبلازموزس، دي يعني معروفه تماما. ولذا هي الاجابه هنا من البدايه يعني انتراكرينيال كالسيفيكيشن هقولنا ما هياش في الانفلتاري، ولكن هي في الكونجينيتال اي توكسوبلازموز، بيتا ثلاسيميا ميجر، ما ليها علاقه بالموضوع ده، باتاو سندروم، كونجينيتال روبيلا سندروم، دي مش مشهور ابدا معاها انها تعمل. لكن انا عاوز اقول لكم حاجه، if you know the correct answer you get the question على طول، سواء في دي او في المعادله الامريكيه او في البلاب الانجليزيه، if you are يعني confident about your knowledge وان congenital toxoplasmosis بتعمل intracranial diffuse calcification اهو في مليون حته اهو، ده يبقى خلاص السؤال ده خلص من البدايه، congenital toxoplasmosis هي الحل في لهذا السؤال في وجود intracranial calcification في الاكس راي، congenital ايه toxoplasmosis زي ايه ما شفنا. طيب فالسكال اللي لسه ايه مبينينها من شويه هنا، which of the following is not included in the biophysical profile for the risk assessment of a post-term fetus. هو البيوفيزيكال بروفايل في كذا حاجه للفيتس البوستر، بيبقى في الفيتال بريذنج، امنيوتيك فلويد فوليوم، الفيتال تون، بيبقى في نون ستريس تيست، مش كونترا يعني العكس. فهو الاجابه الغلط، هو بيقول نوت انكلود، فيتال موشن برضو انكلودد فيه، فالاجابه الغلط هي اللي هتبقى دي كونتراكشن ستريس تيست، زي ما هنشوف دلوقتي اللي الحاجات اللي عشان نفهم السؤال ده. ده البايوفيزيكال بروفايل، ده بروفايل ذا تيست دان افتر 28th ويك اوف بريجننسي، ليه؟ تو ايفالويت الفيتس. It measures the body movement والمسل تون زي ما شفنا، والبريذنج موفمنت والامنيوتيك فلويد فوليوم، كل دول موجودين زي الفل. It combines عشان بقى يبقى مثالي، ها، an ultrasound examination with a non-stress test. لو تاخدوا بالكم هو هنا هو اتحطت لي ايه contract stress test، ولذا الإجابة الخطأ اللي هو بيقول not، يعني عاوز يدور على الإجابة الغلط دي، وهو دي اللي مختارها contraction stress test، هو فيها non stress test. لو تاخدوا بالك في الديفينيشنز هنا، يبقى البيوفيزيكال بروفايل اللي بيتعمل للآل الجنين بيكومباين ultrasound examination with a non stress test. Non stress test is performed to assess the fetal heart rate acceleration in response to movements. هذا non stress test. والالتراساوند تيست في البيوفيزيكال بروفايل بيتعمل عشان نشوف الفيتال جروس بودي موفمنت، الفيتال ماسل تون، فيتال بريذنج موفمنتس، امنيوتيك فلويد فوليوم. فكل هذه الاشياء سواء فيتال بريذنج، امنيوتيك فلويد فوليوم، فيتال تون، فيتال موشن، كل دي تبع مين؟ الايه البيوفيزيكال بروفايل اللي بيتعمل، ما عدا واحده بس اللي هي قال لك كونتراكشن ستريس تيست، هي زي ما اتفقنا كانت ايه
نون ستريس تيست ايه اللي بيتعمل هنا اهوت عشان اشوف الهارت ريت الفيتال هارت ريت اكسلريشن ان ريسبونس للموفمنت. فالاجابه الخطا في السؤال البايوفيزيكال بروفايل ده بتاع البوست تيرم فيتس كل دول صح ما عدا هو عاوز الاجابه الغلط اللي هي كونتراكشن ستريس تيست نقول له لا احنا عاوزين ايه نون ستريس تيست مع الالترا ساوند عشان اسس ايه موضوع البايوفيزيكال بروفايل نون ستريس تيست. اباوت مونجوليان سبوت ان يونيت هو يعني صيغه السؤال غريبه حبتين يعني مش شايف السؤال يعني وعاوز يقول وات از ذا كوريكت انسر باختصار يعني need urgent referral طبعا لا need surgery of course not دي عمليه بسيطه قوي موضوع المونجوليان سبوت دي very common مشهوره just reassure ايه العيانين انتبيوتيك دي مش انفكشن ولا كورتيزون ما فيهاش اي علاقه بالكلام ده اللي هي لو تفتكروا يعني انا بفكركم بيها اللي هي ايه البلو سبوتس دي اللي بتيجي في ظهر ايه البيبيات الصغننين المونجوليان سبوت دي سموها مونجوليا دي تريشور بس الايه الام مش اكتر يعني يعني حاجه كده فيري كومون محتاجه شويه ريشورنس لكن لا محتاجه انتيبيوتيك ولا كورتيزون ولا ريفيرال ايرجنت ايرجنت ريفير ولا سيرجري دي عمليه بتحصل في كثير من الاطفال بتتشاف البلوش ايه ماكيولز دي سبوتس كده موجوده على الباك والباتوكس في المنطقه دي دي تيبيكال ايه ايمج ليها توضح لنا ايه موقعها بيبقى فين ولونها ودي كل المطلوب من حضرتك او حضرتك شويه ايري اشورنس ايه للعيان والاشورنس ده شيء مهم على فكره انا لما ببقى ستريسد بقى مشاكل صحيه وكذا فايتس امبورتنت بارت اوف ذا ميديكال تريتمنت كفيلوسوفي ان احنا نري اشور عيان لو عمليه تستاهل ري اشورنس لان الاهل بيبقوا ايه قلقانين جدا البيبي فيه مش عارف ايه كذا فلازم إيه؟ مهم قوي الري اشورنس ذا توكوليتيك ايجنت ذات انهانسز ذا توكسيسيتي of magnesium to produce neuromuscular blockage is يعني دلوقتي المغنيسيوم سلفيت بتستخدم توكوليتيك ايجنت اللي هو ايه لا بتقلل السموث ماسل كونتراكشن في اليوترس تقوم تقلل ايه كونتراكتيليتي عشان تبطئ عمليه الولاده لحد ما ايه الفيتال ماتوريتي ايه تتم فهو حاطط هنا مجموعه حاجات بتزود التوكسيسيتي ايه وبيسال مين انا بيقصد مين اللي بتزود التوكسيسيتي ها في بتاع المغنيسيوم سلفيت النيفيديبين النيفيديبين يزود التوكسيستي والحقيقه لو جينا للنيفيديبين لو ده تركيبه النيفيديبين اللي هو الادلات بتاع الهايبرتنشن زمان النيفيديبين داي هيدروبايريدين كالسيوم شانل بلوكرز ار وايدلي اكسبتد ان ذا تريتمنت اوف بريماتشور ليبر دلوقتي يعني ده نوع من الداي هيدروبايريدينز وانواع واشكال وكذا بقت اكسبتد في البريماتشور ليبر انها تقلل شويه ايه الكونتراكتيليتي بتاع اليوترس يعني توكوليتيك ايجنت تمنع الايه معدلات تقلل سرعه الولاده يعني ذا ميكانيزم اوف اكشن في التوكوليسيس ده اللي هو بينهبت اليوتراين كونتراكشن از ذا بلوكج اوف ال تايب كالسيوم شانل بيبلوك الكالسيوم ايه شانل يعني ده سينرجيستك مع المغنيسيوم سلفيت في الحته دي ها ممكن ايه يزود التوكسيستي بتاعتها لانه بيشتغل سينرجيستك على نفس الميكانيزم ايه تقريبا المغنيسيوم سلفيت appears out to be by competitively blocking intracellular calcium channels decreasing calcium availability and thus inhibiting smooth muscle contractility وده اللي لسه بقوله المغنيسيوم سلفيت بتشتغل برضو على تقليل الايه الكالسيوم ديبندنت كونتراكتيليتي دي مع والنيفيديبين اللي هو احد انواع الداي هيدروبايريدينز بيستخدم في الهايبرتنشن وفي حاجات ده برضو بيشتغل على الكالسيوم شانلز بيبلوك ايت فالاثنين ليهم ايه نفس الاكشن في التارجت اورجان ولذا بيزود التوكسيستي النيفيديبين يزود التوكسيستي بتاع مين المغنيسيوم سلفيت ولذا إجابة هذا السؤال مين في الأدوية دول اللي يزود التوكسيستي بتاع المغنيسيوم سلفيت لازم نبقى عارفينها كده النيفيديبين اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر المعروف عندي هنا بعد كده دي برضو كلمتين على المغنيسيوم سلفيت اللي برضو بنكررها تاني اللي بتشتغل على ايه انا بس ايه شكلها حبيت اوريكم ايه احد العلب بتاعتها ولكن سواء هي النيفيديبين
والمغنيسيوم صلفيت بيشتغلوا على الكالسيوم شانلز، وممكن يبقى يحصل توكسيستي او من المغنيسيوم صلفيت هنا نتيجه ان فيديبين بيستيميليت بيشتغل على نفس الميكانيزم زي ما قلنا. طيب عندي بعد كده 50 year old woman presents with tiredness، تعبانه عندها 50 سنه وعندها مرهقه، ديسنيا، باراثيزيا. On examination she showed extensor plantar response، brisk knee jerks يعني سريعه، an absent ankle jerks. Her blood film shows macrocytic anemia. What is the most probable cause؟ شوفوا انا دي سؤال لطيف جدا، لان هي بتشتكي الست دي 50 سنه من اعراض تعب، ارهاق، ديسنيا، واو شويه باراثيزيا، دي اعراض انيميا. بس في نفس الوقت هو كومبايننج ايت مع حاجات نيورولوجيكال، باراثيزيا حاجات في النيرف، واكستنسور بلانتر حاجه ضربه البيراميدال تراكت يقوم يحصل اكستنسور بلانتر ريسبونس. البيراميدال تراكت افتكروه ده بتاع الموتور فولانتري موتور اكتيفيتي، ده يعني ايه افتكروه كانه بيحمي البني ادم، لما اعمل بلانتر ريسبونس ها تلاقي يعمل الصباع كده عشان ايه كانه بيبروتكت ايه الفوت من الايه من الايه من الـ من الـ من التروما دي. لكن لو حاصل ان هو البيراميدال تراكت مش شغال الصباع يخاف ويبعد، افتكروها يعني كده اه، فتلاقي اكستنسور بلانتر ريسبونس لو البيراميدال تراكت اتضرب. وهو معروف بريسك ني جيرك لانه برضو البيراميدال تراكت بينهبت التون بتاع المصل والريفلكسز عشان يقدر الحركه تبقى سلسه، لو التون عالي قوي متشنج مش عارف اتحرك بسهوله فتلاقيه بينهبت، فاقوم اضرب البيراميدال تراكت باي فاكتور هيحصل هايبرتونيا وهايبر ريفلكسي على طول، عشان كده بريسك ني جيرك هايبر ريفلكسي. ابسنت انكل جيرك معناه ان ضرب له البريفرال نيرف كمان، هو ايه في الدنيا يعمل انيميا يعني بالعقل يعني، ومعاها نيورولوجيكال فيتشرز بالمنظر ده ها، بحاجه في النيرفز باراسنسري باراسيزيا وفي الموتور نيرفز انكل ريسبونس، ده اللور موتور نيورون قطعت الميه والنور عنه مفيش ريسبونس، وفي نفس الوقت اكزاجيريتد ني ريسبونسز كانك ضارب لي بيراميدال تراكت. ما هم دول الثلاثه المشهورين بتوع الايه الكونديشن المعروفه اللي هي بيرنيشيوس انيميا والسب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا سباينال كورد. دي حاله بيرنيشيوس انيميا ومعاها الثلاثه المضروبين المعروفين اللي هو بيراميدال تراكت، بوستيرير كولوم عامل باراثيزيا، وبيريفيرال نيرف عامل لوست انكل ريسبونس مع الايه الانيميا. فهم الثلاثه دول الانيميا ومع هايبر سيجمنتد هتلاقي غالبا اللي هي البرنيشيوس انيميا بتاع الانترنسيك فاكتور معروفه الاميون اللي بنعمل لها اختبارات كتير بس ما فيش وقت ندخل في تفاصيلها هنا، ولكن هي اساسا انترنسيك فاكتور بروبلم نتيجه الاوتو اميونيتي وبتاثر معاها، مشهور قوي 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 معاها السب اكيوت كومبايند جنريشن اوف ذا سباينال كورد مع كل الميجالوبلاستيك انيمياز البي 12 فوليك اسيد اقصد الـ 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 هنا هوت الحاله فيها بيراميدال تراكت مضروب، فيها هايبر ريفلكسيا في الني، بوستيرير كولوم الباراثيزيا، وبريفيرال نيرفز ايه اللوست انكل ريفلكس ده لور موتور هنا هوت. فكومبايند مع بعض مع الانيميا دي حاله ايه ها بيرنيشيوس انيميا ومعاها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا سباينال كورد. طبعا الايرن ديفيشنسي مش هتعمل نيورولوجيكال فيتشر ولا الهيموليتيك ولا السيكل سيل ولا السيدروبلاستيك، ليه علاقه بالايرن مش عارف يدخل في الهيموجلوبين، ما لهمش علاقه بالنيرفس سيستم بالمنظر الرهيب ده. دي تيبيكال حاله ميجالوبلاستيك انيميا غالبا بسبب بيرنيشيوس انيميا اللي بتيجي في الايه الومن في السن ده كده غالبا. حالة تيبيكال يعني يوم ما الاقي انيميا مع نيورولوجيكال فيتشرز كده مخي يروح على ها مجموعه الايه الميجالوبلاستيك اللي اخذناها في الهيماتول البرنيشيوس انيميا الحته دي سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا سباينال كورد. عندي هنا 30 year old type 1 diabetes man is brought to the emergency department by his boyfriend. واحد جي على الامرجنسي عن 30 سنه شاب صغير يعني تايب 1 دايابيتس. البوي فريند سيز ذات ذا بيشنت هاز بين اكتنج كونفيوزد اند دراوزي، كان كونفيوزد ودراوزي افتر ريسنتلي كومينج داون وذ ذا فلو، يعني جاله انفكشن وبعد كده بقى كونفيوزد ودراوزي. السيمبل بلاد تيست ريفيلز ماركت هايبرجلايسيميا، هو من البدايه كده انفكشن في عيان زي ده تايب 1 دايابيتس
ها وبدا يبقى كونفيوز، ده في احتمال كبير ايه وهايبر جلايسيميا، ان دي داخل في هايبر جلايسيميك، حاجات من الهايبر جلايسيميك، هايبر اوزمولر ايه كوماز دي كي ايه دايابيتيك كيتو اسيدوز الى اخره. يورين اناليسيس شوز ا بريزنس اوف كيتونز، خلاص لسه بنقول كيتو اسيدوز حصل. وات از ذا انيشال مانجمنت؟ هو شوفوا انا عاوز اقول لكم حاجه، هو طبعا الشخص ده علاجه الايديال بياخد سالاين انفيوجن وبياخد انترافينس انسولين ميني دوز بالكثير، ولكن هو نتيجه ان الهايبوفوليميا عمليه خطيره جدا والدي هايدريشن ها عقبال ما ندي الانسولين ويشتغل، فالامرجنسي قوي تقول لك ايه ندي الانترافينس فلويدز ايه الاول ها وياليها على طول هندي ايه الانسولين عشان يبدا ايه يشتغل، هياخد له شويه وقت، لكن اللي امرجنسي على طول انقذ عمره من الدي هايدريشن والشوك دي ممكن تضيعه، دخله في رينال فيلير هو هيموت من الشوك يعني مش من الهايبرجلايسيميا يعني. فاي هاف تو ديل وذ ذا موست ارجنت فيتال كونديشن اللي هي يدخل في دي هايبوفوليميا وشوك اكيوت رينال فيلير، البلاوي دي كلها كل دي امنحها بانترافينس فلويدز وعلى طول وراها على طول الانسولين عشان اقلل الهايبرجلايسيميا، مش الهايبرجلايسيميا اللي بتموت لذاتها بس نتيجه الافكتس بتاعتها ها من الهايبوفوليميا ما بتنزل في اليورين تسحب ووتر وراها وبيبقى هايبوفوليميك خالص ايه العيان. ولذا انترافينس فلويدز في عيانين الديابيتك كيتو اسيدوزس دي نمبر 1 وعلى طول معاها ايه الايه الانسولين الميني دوز انسولين اللي بتتاخد عشان ايه نبدا نكنترول ايه الهايبرجلايسيميا بس ننقذ عمره ننقذ الدي هايدريشن الاول ده اللي ممكن يموته من الهايبوفوليميا. عندي هنا what is the preferred treatment for an acute anaphylactic shock. شوفوا في حاجات لازم تبقى زي اسمك او اسم حضرتك، يعني اسألك اسمك ايه تقول لي متحت، او اسم حضرتك ايه تقول لي مثلا فاطمة او whatever اسم ايه. الـ 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 الفكرة العامة ان دي لازم تبقى يعني ما فيهاش تفكير، يوم ما يقول لي anaphylactic shock تساوي يعني تساوي ها epinephrine، يعني ما ينفعش اخد دي محفظة دي من غير دي، لان ده على طول الانتيدوت اللي بيشتغل على الهيستامين ريليس وبيمنع الريال شوك منها تزيد ويمنحها تماما هو الادرينال، هو الانتيدوت فعلا. فانا هنا يوم ما الاقي حاله انافيلاكتيك شوك الاديمه في اللور ليب وممكن ديسنيا لو دخل على البرونكايوم اثر عليها واللنج ابدومينال الانافيلاكسس بنلاقي ويلز ان اهوت ايه مشكل السكين، هنشوف ريال وانز في صور تانية كتير جايه. ابدومينال بين بيحصل من انفلاماتوري كونديشن ساعات في البريتونيوم والانتستين ممكن يعمل ايه بين، فتلاقي الطفل جايب ابدومينال بين او حتى كبير حتى وليبس سوولن وديسنيا وويلز في السكين، ده على طول ده من غير تفكير. انا بقولها تاني اهو، في حاجات زي فاكرين التنشن يموثوراكس انسيرت وايد بور نيدل في ميد اكزيلري لاين سكند انتركوستال سبيس، دي برضو اختها لقيت اعراض انافيلاكتيك شوك والديسنيا والاديما وفي الفيس والويلز والرياكشن واضح، ده على طول من غير تفكير تنتعه على طول حقنه الادرينالين ابينفرين، مش هستنى يشيل الهدوم من فوقها ورن لان دي فيتال كونديشن. فلازم نبقى عارفينها ان حاله زي كده انافيلاكتيك شوك ها، وما بيسال هو الراجل بيسال ايه البريفيرد تريتمنت وحاطط لك انا من غير ما اقرا، والله ما اقراش يعني لو عندي ابينفرين وانا في امتحاناتي كنت في المعادله الامريكيه وغيره وغيره ما كنتش اقرا حتى لو انا خلاص يقين، فدي يقين ابينفرين تقول لي بقى سيمي سيتنج والكلام اللطيف الظريف ده نعمله في حالة تانية مش في انافيلاكتيك شوك. اوكي دي على طول ادرينالين ابينفرين انتراماسكولر في السريع اسرع حاجة، وزي ما قلنا مش هنستنى حتى نشيل هدوم عن من فوق وبتتلدع الايه الحقنة. هنا برايمي جرافي ده 26 ويكس جيستيشن والسي بي سي يعني الكمبليت بلاد كاونت بتاعها شوينج هيموجلوبين 9.4 انيميك يعني المين كورباسكولار فوليوم واطي توتال ايرون بايندينج كاباسيتي يعني واضح اللي هو دي ايرون ديفيشنسي انيميا. بيسال ايه الانكوركت ايه ستيتمنت هنا اهوت، والحقيقه هو كرر السؤال ده الانكوركت ستيتمنت قلناه قبل كده ان البارنترال ايرون ثيرابي ملهاش اي علاقه بالتراتوجينيست خالص، بتتاخد سيف في البريجننسي تماما
ده ايرن يعني، ده حاجه ماده طبيعيه للانيميا وتتاخد على الستورز مفيش اي مشكله. فالبرينتر له ليه احتياطاته في الاخذ وكده، ولكن ملوش علاقه بالتراتيجينستي خالص. فالاجابه هنا بتبقى لما تكون عارفين يقينا ان هو سيف في البريجنسي، ده هو معمول يعني من اكتر الانديكيشنز له الحوامل اللي هم محتاجين ايرن وبسرعه عشان ان احنا نديهم بارنترال ايرن ثيرابي، اتس سيف افكتيف زي الفل. فانا طالما عارف الاجابه الصح هو بيطلبها، عارف يعني قصدي هنا الصح ان دي غلط، يعني باختصار ان الاجابه دي بارنترال ايرن مايت انديوس تيراتوجينيك افكت، نو ات داز نوت بروديوس تيراتوجينيك افكت، ولذا هو بيدور على الانكوريكت ستيتمنت الايرن ثيرابي از سيف اند افكتيف اهو ها، وبنديه غالبا مع فوليك اسيد عشان الفوليك اسيد هام جدا للحوامل، بيقلل احتمالات النيورال تيوب ديفكتس وبيقلل ابرابتشو بلاسينتا، فبنديه دايما ايه مع الايرن. ولكن اذا ذكر الايرن ثيرابي في الحوامل ها مفيش دي السؤال، الاجابه دي صح ادينج فوليك اسيد للايرن قلنا ده جميل جدا، سيانكوبالامين از اسينشال للنورمال ايثر ده جميل جدا، ولكن الاجابه اللي واضحه غلط ان دي بيقول لي تيراتوجينيك وهو مش تيراتوجينيك خالص، بيتاخد زي الفول سواء بارينترا ايرن ثيرابي وبيتاخد دايما بعدها نكمل العلاج مع فوليك اسيد، ولكن البارينترا ايرن ثيرابي رائع في البريجننسي سيف افكتيف جميل جدا. 50 year old woman with known gallstones presents to the emergency department with severe epigastric pain radiating للبخ. خلاص بقى ايه احنا بقينا خبره هنا في الموضوع ده، epigastric pain radiating للبخ، وبيقول لي جول ستون كمان يا ناس، يقول لي ايه الستون سدت البنكرياتيك داكت عملت اكيوت بنكرياتيتس اداني اكيوت ابدومينال بين رادييتنج للباك، يعني هي مش ناقصه ايه غير كده. توجذر وذ نوزيا وفوميتنج، ده مع البنكرياتيتس فيري كومن. اكزامينيشن ريفيلز لوكالايز ايبيجاستريك بيريتونايتس، يعني تندرنس في الابدومين هنا وريباوند، اند انفستيجيشن ريفيلز امايليز، يعني في السماء في السماء، يعني ده خلاص ده بيقسم ان دي حاله اكيوت هيموراجيك او اكيوت بانكرياتايتس. which of the following would indicate poor prognosis in this condition، في جايب لك مجموعه حاجات هي لما بنلاقيها. على فكره البانكرياتايتس النهارده لما ندخل على الكتب الثقيله الوزن الثقيل يعني ها بتبقى بقى فيها ليستس كده بايه الباد بروجنوستيك والجود بروجنوستيك كرايتيريا فيهم، ف يعني بقت موضوع لوحده قصه يعني ايه. ولكن هنا ان الارتيريال بارشال ارتيريال اوكسجين يبقى واطي ها، دي انديكيتور خطير جدا. ليه بقى ما واحد يقول لي ليه اشمعنى اخترت دي من وسط كل دول؟ امايليز عالي، ما احنا ما كلهم بيبقى عالي، والبيشنت ايج اكتر من 50 مش يقين، ممكن واحد اصغر ويضيع في الموضوع ما هياش ايه يقينيه. بايركسيا برضو ما تاثرش، لكن الارتيريال اوكسجين ده له هام جدا. ليه بقى في الاكيوت بانكرياتايتس الارتيريال اوكسجين ساتوريشن بارشل ارتيريال اوكسجين ده مهم جدا، اللي هو يوم ما ينزل 53 ده معناه يعني نازل قرب ال 50% من النورمال بتاعه، ده باختصار شديد يساوي ان بدا يحصل كومبليكيشن مخيفه في حالات الاكيوت بانكرياتايتس، الا وهي الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي هي بيبقى انترا الفيولر دامج مرعب بيحصل في الديساسترز الرهيبه في الطب زي الاكيوت بانكرياتايتس وغيرها، كان ليد لديفيوز من الميدياتورز اللي طالعه ديفيوز دامج في الانترا الفيولر ممبرينز تمنع الاكسجين انه يعدي في البيزمنت ممبرين بتاع الالفيولاي، وبالتالي يحصل سيريس وسيفير هايبوكسيميا ها. وهنا وجود الهايبوكسيميا ده انديكيتور ان في كومبليكيشن مرعبه في اللنج، لو عملت لنج اكس راي هلاقي المنظر المخيف ده، يبقى انا مش مجرد حاله اكيوت بانكرياتيتس لوحدها وحاف وكده، لا ده العيان ده كمان دخل في ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم which caused or serious and severe hypoxemia. ولذا انا يوم ما الاقي الهايبوكسيميا عنيفه قوي كده مع حاله اكيوت بانكرياتيتس لازم اتاكد ان في بور بروجنوزس، لان دخلنا هنا في ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. وما ادراكم ما الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم؟ This is a serious damaging condition للبيزمنت ممبرين والمورتاليتي بتاعتها عاليه قوي. فيوم ما الاقي الحاله دي انا شخصتها وفرحت اكيوت بانكرياتيتس جميل،
بس هو ايه بقى اللي باد بروجنوز السوبر؟ ان هو لا الاكسجين هنا اهوت اهي واطي بالمنظر ده، ده يعني ده منهار خالص او قليل قوي. ها ده في الحاله دي معناها ان it has been complicated الكيس دي بادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ARDS، ودي المورتاليتي بتاعتها عاليه جدا، ولذا بتسوق البروجنوسز في حالات الايه الاكيوت بانكرياتايتس. والى اللقاء مع موديول جديد باذن الله. شكرا جزيلا.